أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الحصاد الشرقي. والآن إلى موجز الحصاد. تعليم الشرقية يستقبل الأسبوع التمهيدي ببرامج جديدة. تعليم حفر الباطن وبداية العام الدراسي. عودة الحياة الدراسية بالأحسن. المملكة الأولى عالمياً في دعم العمل الإنساني. الانتخابات البلدية تتواصل والإقبال يتفاوت. ابن الشرقية بطلاً للعالم في التوست ماستر. مطار دارين حقائق ومعلومات. انطلاق حملة سامحني بالأحسام. وفي فقرة ملف وقضية، النقل تقر بمخالفات طريق المليارات وتتعهد بمعالجتها. وفي الاقتصاد، ارتفاع معدل بيع الذهب 5% بالشرقية. تذمر في أوساط أصحاب حملات الحج بعد تحديد الوزارة للأسعار. وفي الرياضة المحلية، اختتام بطولة صيف الشرقية 36. والآن إلى تفاصيل الخبر. ونستهل برنامج الحصاد لهذا الأسبوع بتحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال الأمن البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس وسالت دماءهم الزكية وفاضت أرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن وحفاظا على سلامة شعبه وأراضيه. هنيئا لنا إن كان جنودنا يستشهدون على حدودنا دفاعا عن دينهم ووطنهم. هنيئا لنا إن كان جنودنا يستشهدون وهم قائمون في المساجد. فمن ترعرعوا وعاشوا رجالا للوطن لا يموتون إلا موتة الرجال الشرفاء. جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد. حنا جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. يا من اخانا في جنوب المملكة برض اليمن جت كالسود الضارية في مجدها اب وجد. يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن هيا احرق اذنب المجوس ومن يناصرهم بعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. دكوا معاقل عصبة الشيطان عبد الوعد
هذا نحطه عليه مثل يوم الله في بدر واحد وتعيش يا جيش البطولة من زبن فيكم يمن يا أحفاد خالد والمثنى والفعول اللي تعد لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد حنا جنود الله بعنا رواحنا بغلى ثمن في عودة مدارس المنطقة الشرقية، فمهما مرت بنا سنوات العمر إلا أن اليوم الدراسي الأول في المدرسة يبقى راسخا في وجدان كل منا ويظل مطبوعا على الجلد محفورا في الذاكرة. كاميرا البرنامج عاشت مع الطلبة في مدارس الشرقية اليوم الأول من العام الدراسي، نشاهد هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وتهنئة من القلب للدكتور المحبوب الدكتور عزام الدخيل بمناسبة هذا العام الدراسي الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام حافل بالنجاح والتميز لأبنائنا الطلاب ولإخواننا المعلمين ولزملائنا مدراء إدارات التعليم ومدراء المدارس وجميع الكادر التعليمي وجميع الهرم التعليمي في المملكة العربية السعودية. أنا متفائل جدا في هذا العام الجديد أن يكون عام إن شاء الله حافل بالنجاح والتوفيق، وخصوصا مع وزير جديد شاب يطمح إثراء الإدارات والمدارس بما لديه من خطط وما لديه من استراتيجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على حمل هذه الأمانة وأدائها على أكمل وجه. استعداداتنا إن شاء الله في بداية هذا العام الدراسي، احنا ان شاء الله تعالى في مدرسة السلام كانت استعداداتنا ان شاء الله وافية وجاهزة من اليوم الاول لاستقبال الطلاب التمهيدي وطلاب الاول ابتدائي بعمل برامج إثرائية وتثقيفية وتمهيدية لتحبيب الطلاب الصغار في المدرسة وتعويدهم على بعض الأمور داخل الصف وخارج الصف وتحبيبهم في المنهج وتعريفهم بالمعلمين، وإن شاء الله تعالى أنه عاملين خطة دراسية في يوم دراسي إن شاء الله تعالى بالنسبة لهم نصف يوم في الأسبوع الأول، وبالنسبة لبقية الطلاب يوم كامل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين جميع المعلمين على أداء هذه الأمانة وفق ما هو مطلوب منا إن شاء الله تعالى. يبدأ إن شاء الله برنامج الطلاب الصف الأول الابتدائي إن شاء الله الساعة 8 صباحا، وينتهي بنهاية 9:30 صباحا. برنامج محبب للطلاب، برنامج جاذب للطلاب خلال الأسبوع الأول لجميع الطلاب الصغار. أما بالنسبة للطلاب المراحل العليا فبرنامجهم إن شاء الله تعالى من أول يوم دراسي هو تمهيد أيضا، ولكن تمهيد منهجي داخل المنهج داخل الصف. جميع المعلمين إن شاء الله سلموا الجداول الدراسية وجداول الانتظار وجداول المناوبة، وجميع المعلمين إن شاء الله مع بداية هذا اليوم الدراسي بعد الطابور الصباحي مباشرة إلى صفوفهم لتأدية العمل. وإن شاء الله تعالى احنا وضعنا خطة استراتيجية لمدة عام كامل لها أهداف معينة لإدارة المدرسة وللوكلاء والمرشدين وللجميع المعلمين، وإن شاء الله تعالى احنا نمشي وفق هذه الخطة وفق هذه الأهداف للحصول على منتج جيد
يرضي الجميع ويكون إن شاء الله تعالى يعني مميز من جميع جوانبه لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمور الطلاب، يكون إن شاء الله مرضي. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تعاون كبير من أولياء أمور الطلاب في توجيه أبنائهم يعني على وتحبيبهم في المدرسة وعدم إشعارهم بالخوف من المدرسة إلى آخر هذا الكلام. تحبيب ولي الأمر في لابنه في المدرسة يعود علينا نحن داخل المدرسة. المدرسة ليست يعني لا ليست هي المنزل الذي يحتوي الطالب طوال اليوم، وإنما نحن مكملين للمنزل والمنزل مكمل لنا. نحن نعلم ونربي ويعني، ولكن دور الأب ودور الأم دور المنزل مهم جدا. نتمنى تعاونكم معنا ونتمنى أن نكون ذراعكم الأيمن إن شاء الله تعالى في هذا المجال التربوي المهم لنا ولأبنائنا الطلاب. إن شاء الله في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى أول يوم دراسي سنقوم بعد يعني إن شاء الله بتوزيع جميع الكتب الدراسية على أبنائنا الطلاب، وذلك حتى يتسنى لنا البدء من أول يوم دراسي يعني بتعليم الطلاب وتدريسهم المنهج، وإن شاء الله تعالى يكون يعني يكون أول يوم حافز لجميع الطلاب لبقية الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نحن نقدم ما نستطيع يعني إن شاء الله تعالى، فيه كتب وفي سيديات وفيه مواقع لنا على الأنترنت، يستطيع الطالب وولي أمر الطالب أن يتزود منها إذا نقصه شيء في المنهج الدراسي أو بعض الأمور، يستطيع أن يتزود يرجع إلى موقع المدرسة على الأنترنت ويتزود ببعض الأمور التي تفيده وتفيد الطالب في مجال الدرس وفي مجال المادة يعني المقصودة. نصيحتي لأبناء الطلاب في مثل هذه المرحلة، أولا الجد والاجتهاد والمذاكرة ويعني وضع ساعات معينة للدراسة وعدم إغفال جانب يعني جانب حل الواجبات والدراسة وكذا باستخدام وسائل التقنية الحديثة مثل الآيفون ومثل الآيباد والآيبود، وهذه الأجهزة في الحقيقة يعني هي لابد منها في أحيان، ولكن أنا نصيحتي للطالب وولي أمر الطالب أن يجنب ابنه خصوصا في مثل هذا السن هذه الأجهزة على أقل تقدير إلى نهاية الأسبوع في الويك إند، يعني يحاول بقدر الإمكان أنه يستخدم هذه الأجهزة للتسلية، ولكن لا تكون يعني لا تكون عملية إدمان، يعني يستمر على العمل على هذه الأجهزة 24 ساعة وأغلب وقته. من هنا الطالب يفقد القدرة على الاستيعاب والتعلم والتعليم. الرسالة الثانية هي لأخي المعلم، أقول لأخي المعلم لا ترضى لابنك الطالب أبدا، ما ابنك الطالب هو يعني أمانة في عنقك، ابنك الطالب يعني أنت مستأمن عليه، الذي ترضاه على الذي لا ترضاه على أولادك لا ترضاه على أولاد الناس، هذه أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذه أمانة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أدائها ويعين أخواننا المعلمين جميعا على أدائها على أكمل وجه. وفي النهاية أنا أشكر قناة الدي ام ام الفضائية، قناة متميزة أنا تابعتها من فترة قصيرة ولكن أعجبت فيها كثيرا، وخصوصا أنها تهتم بالجوانب التربوية
القوية وخصوصا البرنامج الحصاد الشرقي. أتمنى لهم التوفيق والسداد، أتمنى لهم مزيد من التقدم، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هذا العام عام حافل بالنجاح والتميز والتسديد. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، نهنئ أبناءنا الطلاب بحلول العام الجديد، متمنين لهم وافر الصحة، ومتمنين لهم عاما حافلا بالإنجاز والعطاء. الأمور مستقرة في المدرسة، الكتب موزعة بشكل جيد، الطلاب استلموا جداولهم ووزعوا على فصولهم، يعني بداية جيدة واستعداد جيد من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، وكذلك الاستعداد يعني تمثل في توزيع الطلاب على الفصول وفي حضور الطلاب مبكرين، أيضا في تنظيف المكان، المكان مهيأ ومنظف، الفصول مرتبة، الجداول معدة مسبقا. فمتأملين بأن هذا العام كحاله من الأعوام السابقة حافلا بالنجاح والاستقرار، وعام مليء بالحيوية والنشاط. ونشكر قناة دي ام ام على هذه على هذا اللقاء وهذه التغطية الإعلامية، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق، وشكرا لكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشر الذي أخرجهم من الضلال إلى النور. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم بالعام الجديد، وبحمد الله تم توزيع جميع الكتب على الطلاب والجداول المدرسية واستقبال الطلاب الجدد وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد. فنتمنى لكم عاما مليئا بالفرح والمعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأبنائنا الطلاب بداية العام الدراسي، ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وبركة مليء بالجد والاجتهاد والنشاط، وأن يوفق أبنائنا وبناتنا لكل ما يحبه ويرضاه. ونسأل الله العلي العظيم أن ينصر جنودنا البواسل على الثغر الجنوبي، ويأيدهم بنصره، ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين بإذن الله تعالى. أتقدم بالتهنئة والتبريك بقدوم هذا العام الدراسي الجديد، وأتمنى من الله لأبنائي الطلاب التوفيق والسداد، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى للمعلمين الأفاضل بالتوفيق والسداد، وأتمنى لجنودنا البواسل بالتوفيق والسداد، وأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم. أتمنى الجميع سنة دراسية موفقة إن شاء الله. وأبدأ بالنصح بي ككادر تعليمي أو كمعلم، ولجميع المعلمين بالاهتمام بالطلبة أولا، وتهيئة الجو ليساعدهم في العطاء والاستفادة، وشكرا. في البداية نرحب قناة دي ام ام على هذه الاستضافة، لكم الشكر والتقدير والامتنان الحقيقة، الأستاذ فارس أيضا القائم على هذه القناة، معكم أخوكم المعلم محمد الحمد. أتمنى للجميع عاما دراسيا موفقا بإذن الله تعالى. نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الذي يعتبر يوم الأول لانطلاقة الأسبوع التمهيدي الذي تم إعداده من أجل رفع حالة الخوف لدى الطلاب المسجدين الذين يأتون لنا في المدرسة لأول يوم. ونرحب بأولياء الأمور، وإن شاء الله لدينا برنامج تم إعداده من قبل اللجنة المعدة لبرنامج الأسبوع التمهيدي، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا لإنجازه. طبعا هناك فقرات متنوعة من ضمنها الدماء، ومن ضمنها الأناشيد إن شاء الله والمسابقات، وإن شاء الله نكون نوفق لجعل هذا الطفل يكون سعيدا ومسرورا بالتحاقه بالمرحلة الابتدائية. وشكرا للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن ممدوح أحمد خزعل. طبعا أشكر جزيل الشكر إلى مدير المدرسة وطاقم التدريس على ما قدموه من تهيئة للطلاب خصوصا الطلاب المسجدين، وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق وعام دراسي جديد إن شاء الله أفضل من السابق، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. أخوكم ممدوح أحمد خزعل. أنا اسمي فراس علي أحمد الراشد، واليوم أول يوم في الدراسة، إحنا مبسوطين ومستانسين. أنا اسمي تركي محمد عبد الله التركي، واليوم أول يوم في الدراسة، وإحنا مبسوطين ومستانسين بعودتنا للمدرسة. أنا اسمي محمد حسن على زوار، فرحانين للرجعة للدراسة. أنا اسمي يوسف حسين العيسى، ومستانسين إن إحنا رجعنا للدراسة. أنا اسمي علي محمد البقاشي، مبسوطين للدراسة. أنا اسمي حسين الرصيبة، مبسوطين للدراسة في رجعتنا للدراسة. أنا اسمي حيدر طارق الشافعي، مبسوط لعودة للدراسة. أنا اسمي سراج ياسر منصور المتعب، مبسوطين لأن رجعنا للدراسة. أنا اسمي محمد علي جعفر هاشم، وأنا مبسوط لعودتي للدراسة. اسمي عمار ياسر الطويل، ومبسوط برجعتي للمدرسة. أنا اسمي محمد أحمد عاسليس، وكلنا مبسوطين في يوم الدراسة، وإن شاء الله نصير ناجحين نتقدم على الأوائل. أنا اسمي حسين وسام عدنان الشخص، مبسوط بعودتي إلى المدرسة. أنا اسمي حسين مبارك الشاطي، ومبسوط بعودة للمدرسة. اسمي محمد عبد الخالق الزاكي، وهذا أول يوم في الدراسة وإحنا مستانسين، استلمنا الكتب. اسمي علي عبد الله جابر الحمود، ومبسوطين لعودتنا للمدرسة. اسمي علي العجميل، وفرحانين بعودتنا للمدرسة واستلمنا الكتب. أنا سيد عبد الله مهدي الياسين، أدرس في مدرسة السلام، وأهن دي أم أم، وأشكر المدرسة والإدارة. استقبلت قيادات إدارة التعليم في حفر الباطن بداية العام الدراسي بتوزيعها للورود على قائدي المركبات والطلاب ابتهاجاً بعودة الحياة الدراسية. مراسلنا الزميل بدر الحربي وفانا بهذه الرسالة عن تفاعل الطلبة وإدارة التعليم من حفر الباطن. دبت الحياة في أكثر من 600 مدرسة للبنين والبنات في محافظة حفر الباطن، حيث استقبلت أكثر من 100,000 طالب وطالبة لانطلاق عامهم الدراسي 1436 للهجرة، فيما كان قرابة 11,000 معلم ومعلمة في استقبال طلابهم، وتم توجيههم لقاعاتهم الدراسية، واستقبلت قيادات الإدارة طلابها عند الإشارات المرورية وتوزيع الورود عليهم. وكما أطلقت إدارة التربية والتعليم بحفر الباطن حملة إعلامية ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد والإعلام التربوي، حملة إعلامية لحث الطلاب والطالبات على الانتظام في الدراسة من لوحات إعلامية ورسائل توعوية على عدة أيام. كما أطلقت هاشتاغ عام دراسي مميز. كما قامت فرق صحية من الصحة المدرسية بزيارات لجميع المدارس للاطلاع على البيئات الصحية والمقاصد، وتوزيع مطويات توعوية عن الأمراض المتنقلة. ما تمنياتنا للطلاب والطالبات بعام دراسي مميز وموفق. لبرنامج الحصاد الشرقي، بدر الحربي، حفر الباطن. ومن شمال المنطقة الشرقية إلى جنوبها وعودة الحياة الدراسية في منطقة الأحساء، ننتقل معكم لمتابعة استقبال الأحساء لبداية عامها الدراسي مع مراسلنا الزميل عدنان العليوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايتنا كانت في برنامج يسمى برنامج حياكم. هذا البرنامج عبارة عن استقبال الطلاب المستجدين
وهو للصف الأول المتوسط. هذا البرنامج كان مدته ساعتين، تميزت بالألعاب اللي تجذب الطالب، كذلك نبذة تعريفية وسيديات وأوراق المدرسة ومرفقات المدرسة والمرافق اللي تتبع للمدرسة. كذلك بعد تم استقبال الطلاب كان عندنا في نوعية من البرنامج هذا اللي هو عن الألعاب اللي تكون نوعا ما تجذب الطالب، خاصة الطالب يكون منتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. في هذه النقطة لما يكون الطالب منتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، عادة النوع يكون عنده نوع من التحفظ، وهذا التحفظ احنا حاولنا نقضي عليه ببرنامج اسمه برنامج حياكم، كان يتسم بالألعاب الموجودة عندنا، بالقرب المعلمين من الطالب، كذلك من تعريف الطالب على المدرسة ومرفقات المدرسة. بعد ذلك المدرسة وضعت برنامج آخر وهو برنامج الباكور. هذا البرنامج الباكور في بعض الأولياء الأمور الطلاب بحكم عملهم، بحكم ارتباطاتهم الكثيرة، ينزل ابنه مبكر جدا. فعندنا برنامج الباكور يبدأ من الساعة 6:30 صباحا. طبعا يتخذ الطلاب عندنا في مقر لهم صالة رياضية، أو عندنا قاعة اسمها قاعة الطموح، فيها عدد من الألعاب، فيها بلاي ستيشن، فيها الأشياء البرنامج الألعاب الحركية، فيها أمور تخلي الطالب يعني ينجذب للمدرسة بشكل أكثر. كان في البداية يعني عندنا نسبة تأخر، مع برنامج الباكور أصبحت نسبة التأخر عندنا قليلة وتقل من فترة إلى أخرى. بعد ذلك وضعنا برنامج يسمى برنامج التميز الدراسي. التميز الدراسي عبارة عن تحديد الطلاب اللي تكون مستوياتهم عالية جدا وتحفيزهم، بمعنى أن الطلاب بدل ما يكون عندي مثلا في كل فصل 5 طلاب ممتازين، احنا نسعى أن يكون عندنا إلى 10 إلى 15 طالب في الفصل يكون متميز ويكون له نوع من التميز. سعينا في البرنامج أن نضع في لائحة تسمى لائحة اللوحة المثالية للطلاب، موجودة عندنا في بهو الإدارة. طبعا مع كل شهر يميز لنا من كل مرحلة طالب مثالي. الطالب المثالي كيف يتم تحديده وكيف يتم التميز الدراسي؟ طبعا عندنا نقاط عن طريق المعلمين توزع، وكل معلم عندنا يحدد النقاط اللي تكون موجودة عنده، ومن ثم نحدد الطالب اللي أخذ أكثر نقاط ونجعلهم من الطلاب اللي يكونون نوع من التميز الدراسي. بعد ذلك عندنا إضافات للسنة هذه اللي نتكلم عنها، وهي برامج جديدة إن شاء الله، خاصة إحنا مدرستنا تعتبر المدارس الملتحقة بمدارس التطوير. البرامج اللي تكون عندي موجودة في السنة هذه، عندي برنامج اسمه اللي هو برنامج التحفيز للرحلات للطلاب المتميزين، بمعنى أن كل طالب متميز يحق له اختيار رحلة معينة إلى منطقة إلى من رحلات المدرسة اللي موجودة عندنا في خطة النشر، وبالتالي مع ذلك نعطي الطالب أيضا فرصة للتميز أنه يختار 2 من أصدقائه بحكم يعني هو اللي يكون شفيع لهم في التميز. هذا ما حبيت أن أذكره، وهو برنامج التميز. طبعا بدل ما كان يقتصر على الطالب الممتاز فقط، حاولنا أن نخلي الطالب الممتاز يكون له حرية اختيار في الطلاب اللي مسؤولين عن الرحلة. بداية أو في ختام الكلام، في رسالة عامة نبي نوجهها لطلابنا الطلاب، خاصة مع بداية العام، ونقول دائما البداية الصحيحة تخلف لنا نهاية سعيدة. فبالتالي البداية الصحيحة تجعل لنا من الانطلاق وتجعل لنا من الهدف المرسوم عندنا في حياتنا هدف سهل التحقيق جدا، وبالتالي نحن نحث أبناء الطلاب على البداية الصحيحة من بداية العام الدراسي، وهذا ما سعينا عليه في الطابور. في أول أيام الطابور كنا نحثهم ونحثهم على سواء الإخوان المرشدين أو إدارة المدرسة، تحث الطلاب بالاستمرار على أو البداية الصحيحة لكي يستطيع الطالب أن يحصل على نهاية سعيدة. قبلتنا المدرسة بعدد توجيه وبرامج ترفيهية، وأخذتنا بجولة حول المدرسة، وتعرفنا إلى زملائنا ومدرسينا، وفطرنا جميعا. وهناك برنامج اسمه برنامج البكور للطلاب الذين يأتون مبكرا لاستثمار وقتهم، ويأتون من الساعة 6 إلى 6:45. وهنا أشكر المدرسة شكرا جزيلا على ما فعلته ومقدمته من برامج، وأشكركم على برنامج حياكم، برنامج البكور الذي
جعلوا الوقت الطلاب الذين يأتون مبكرا يستثمرونه بالألعاب الترفيهية والألعاب الذكاء والبلاي ستيشن، وهنالك فطور خفيف أيضا. أشكر المدرسة على ما قدمت. جهود كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعدة الأشقاء في جميع بقاع العالم، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أن الإحصاءات الدولية تنصف المملكة عندما تم تنصيبها الدولة الأولى التي تتصدر جميع دول العالم في دعم للعمل الإنساني بما نسبته 5% من مجمل دخلها الوطني، عدها نسبة كبيرة لم تصل إليها معظم دول العالم. وشدد القصبي في تصريح أدلى به بمناسبة يوم العمل الإنساني العالمي الذي يصادف 19 من أغسطس كل عام على حرص المملكة التي لا تدخر جهودها وإمكاناتها لتقديم الدعم للقضايا الإنسانية في جميع بقاع العالم، انطلاقا من سياستها الثابتة تجاه التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق. الزميلة سندس محمد أعدت لنا هذا التقرير. دأبت المملكة على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة للإسهام في التخفيف من معاناتها جراء الكوارث الطبيعية أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم بحسب التقارير الصادرة من منظمات عالمية مهتمة بهذا الصدد. وفقا للتقارير التي صدرت في هذا الشأن عن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، فإن المملكة تغطي في مجالات المساعدات الإنسانية أكثر من 70% من دول العالم. وقدمت خلال السنوات القليلة الماضية 136 بليون دولار مساعدات للدول النامية و 3586 مليون ريال إعانات لمكافحة الجفاف ومساعدات درء الكوارث. و2089 مليون ريالا لتعزيز التكافل الاجتماعي بين المسلمين، و618 مليون ريالا لسبع دول إفريقية أصابتها الكوارث. و850 مليون ريالا لدول إسلامية آسيوية. ولا تزال عطاءات المملكة الخيرة متواصلة في مختلف دول العالم، واليوم تتوج المملكة عملها الخيري والإنساني بإنشاء مركز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الرياض، والذي سيدفع بعمل المملكة الإنساني العالمي قدما بمنهجية علمية واضحة. لبرنامج الحصاد الشرقي سندس محمد. شهدت المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية إقبالاً متباينًا في حضور الناخبين خلال الأول أيام الانتخابات في بعض المراكز، وأرجع المراقبون ذلك نتيجة لبدء العام الدراسي وانشغال الكثير من العائلات بالتحضير للدراسة. وتوقعوا أن تشهد المقار الانتخابية إقبالاً متزايداً خلال الأيام المقبلة. هذا وقد بلغ إجمالي الناخبين بالمنطقة الشرقية 355 ناخباً وناخبة، إذ بلغ عدد الرجال في حاضرة الدمام 236 ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبات 64 ناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين الذكور في محافظة حفر الباطن 40 ناخبا، وبلغ عدد الناخبات 15 ناخبة، علما بأن عدد المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية بلغ 165 مركز. وتستمر فترة الانتخابات لمدة 21 يوم،
ابتداء من السبت الماضي، ويشترط على الناخب توافر أصل الهوية الوطنية وشرط الإقامة بالدائرة الانتخابية والإتيان بإثبات مقر السكن، وأن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاما. لمتابعة أصداء انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، قمنا بالاتصال بالناشط الاجتماعي وكاتب الرأي الأستاذ محمد آل شريف، وصرح لنا بالحديث التالي. حقيقة الأمر هناك تحديات كثيرة تشير بعملية انتخابات البلدية الحالية بالمملكة العربية السعودية، تسببت إلى حد ما في ضعف الإقبال على القيد والترشيح للناخبين، وسمعنا أيضا بأن هناك حملات للمقاطعة قد يكون لقلة وعي المجتمع وتعقيد شروط في ذلك ورفضه من فئة كبيرة لدى شرائح المجتمع، بحيث يرى الكثيرون بأن المجالس البلدية لا تحظى بصلاحيات كبيرة ولا تحظى بفرص فعالة للمجتمع المحيط فيها. فأظن أن هذا كان من أهم الأسباب في قلة الإقبال عليها في الفترة الحالية. هناك الكثير من طالبة بإعطائهم صلاحيات قوية كبيرة من شأنها أن تحدث التغيير في المجتمع وفي البيئة التي يقبلونها. نحن الآن تقريبا في المرحلة الثالثة للانتخابات، مرنا بمرحلتين تجربتين سابقة، إلى حد ما لم يكن هناك رضا شعبي على دور المجالس البلدية. سمعنا بعدة مشاكل وحاطت بالمجالس البلدية، نسمع أيضا بأن أعضاء المجالس البلدية يريدون من البلدية إعطائهم مساحة وحرية أوسع في اتخاذ القرار وعمل ما انتخبهم الناخبون من شأنه في سبيل تحقيق أهدافهم. هذا برأيي من أهم الأسباب التي قللت الإقبال على الانتخابات في الآونة الحالية. حقيقة الأمر المجتمع السعودي مجتمع تقليدي يرفض أي فكرة جديدة حتى لو كان لها مميزات كبرى. مشاركة المرأة موضوع أثير حوله العديد من النقاشات والخلافات، كوننا مجتمع تقليدي يرفض التغيير، حيث قبلت مشاركة المرأة بالرفض من فئة كبيرة صراحة في المجتمع السعودي لمشاركتها من الأساس في أي حراك سياسي، فضلا عن عدم اقتناع الغالبية بالعملية الانتخابية وجدواها. المرأة سبق وتحدث عنها الكثيرين بأن لها دور فعال وإيجابي في المجتمع السعودي، ويجب أن تقوم بدورها الفعال في حدود وفي نظم معينة. المرأة لم تعطى الصلاحية حقيقة الأمر في المرحلة الماضية، نرجو ونتطلع إلى إعطائها مزيدا من الصلاحيات بسبيل تحقيق شريحة كبيرة مهمة لنا في المجتمع السعودي. تمكن السعودي ابن المنطقة الشرقية محمد القحطاني من الحصول على المركز الأول عالميا في بطولة التوست ماستر للخطابة والإلقاء والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك أول عربي يحقق هذا اللقب العالمي منذ إنشاء هذه الجائزة والتي يبلغ عمرها 90 عاما، مسطرا بذلك اسم المملكة العربية السعودية بأحرف من ذهب في صفحات المجد والإنجازات المشرفة. أسرار فوز محمد بهذه الجائزة وتفاصيل عن حياته والصعوبات التي واجهها أتانا بها الزميل بدر الخليوي في هذا اللقاء، والذي سنعرض لكم مقتطفات منه وسيبث كاملا إن شاء الله بعد هذه الحلقة. Fourth year in college, Nasser got straight A's and he thought to himself, this is it. This what will finally make my dad proud. He picked up the phone, he called his dad, Dad, I got straight A's. All right, then shortly we'll hear from our winner this year. Please welcome to the stage, first place in our championship, Mohammed Qahtani. Thank you.
In just one moment, we'll hear from Mohammed. All right, and let's hear from our first place winner, Mohammed. I did not know it's this big, though. Ladies and gentlemen, when we did the semifinals, and I won, they asked me to say something, and I said, honestly, I didn't prepare anything because I did not expect to win. And I'm coming here today, and again, I did not expect to win. But I want you to think about what are your challenges and what are the things that you think is impossible. Because this was impossible. Not just for me, but for almost everybody who knows me. And yet here is. I don't want to say it again, but if I can do this, think about that thing that you thought you could never do. Or you just gave up on because maybe it's way up ahead and I cannot do it. And when you do, I want you to remember that Mohammed Qahtani got this. And also you can do the same. Thank you. حياكم الله أعزائنا المشاهدين مشاهدي برنامج الحصاد الشرقي في هذا اللقاء المميز مع شخصية كانت محور الحديث للأسبوع الماضي على الأقل، شخصية أضافت لإنجازات العرب إنجازا جديدا ولقبا جديدا. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا البطل الحائز على لقب التوست ماستر محمد القحطاني. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية محمد، كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. سعداء بتواجدك معنا على شاشة قناة دي ام ام وبرنامج الحصاد الشرقي. الله يخليكم يا رب، وحنا أسعد والله بوجودنا هنا. محمد، في البداية خلينا نقول لك ألف مبروك. الله يبارك على لقب توست ماستر. خلينا في البداية محمد، يعني نعرف السادة المشاهدين بطاقة تعريفية، من هو محمد القحطاني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد القحطاني، أنا ولدت في قرية المضيق في أحد الرفايدة في المنطقة الجنوبية. أكملت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوي في المنطقة الجنوبية، بعدين التحقت ببرنامج الابتعاث الجامعي اللي هو ذلك مدعوم من أرامكو السعودية، وذهبت لإكمال دراسة الجامعية في جامعة أريزونا ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية. تخرجت عام 2004، ومن هذاك الوقت وانا اشتغل في شركه ارامكو السعوديه في قطاع الامن. عندنا المملكه السعوديه عندنا 14 قسم، الانديه اللي في جده والانديه في الرياض والانديه في الشرقيه. تحت كل قسم عندك ما يسمى اربعه او خمسه يعني ذا المناطق. يعني تعلمت طريقه جديده انك كيف انك ما تفوز. وصلت الى القطاع وتنافست وخدت الثاني. اللي يتأهل ويروح للمسابقات العالمية صاحب المركز الأول. يعني أنا أتذكر أول مرة يعني تشاركت وما فزت، يعني وصلت إلى بس يعني إلى مسار ال يعني أنا وصلت إلى مسار المنطقة بعد ما تأهلت. مطار دارين، والذي يقع في منطقة الرفيعة والواقعة في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة دارين، والذي تأسس في عهد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وكان قوة الطيران الحجازية النجدية بدارين. معلومات أكثر عن هذا المطار وكذلك عن قصر الفيحاني في دارين نشاهدها معكم في هذا التقرير الذي أعده مراسلنا الزميل إبراهيم المالكي. يقع مطار دارين في منطقة الرفيعة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة دارين. والرفيعة هذه عبارة عن قطعة كبيرة من الساحل تمتد بشكل طولي، وتمتاز أرضها بالصلابة والشدة والانبساط نتيجة تشبع تربتها الرملية بالماء، في حين أن هذه القطعة من الأرض تتصف بخلوها من الصخور والموانع الطبيعية
ويبلغ إجمالي مساحتها قرابة كيلومتر مربع في حالة الجزر. تأسس المطار عام 1348 هجري في عهد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود. ووفقا للوثائق الرسمية أطلق على هذا المطار اسم قوة الطيران الحجازية النجدية بدارين، وكان المطار مرتبط برحلة أسبوعية مع مطار القضيبة بالبحرين، إضافة إلى كونه محطة ربط بين شرق الجزيرة العربية وغربها. ويتكون المطار من 3 حجر مستطيلة الشكل مبنية من الطين والحجر البحري، عمود مصنوع من الخشب يسمى البندرية، يرفع عليه مصباح كروسين لإرشاد الطائرات ليلا إلى الساحة المخصصة للهبوط، ويبلغ ارتفاعه 20 مترا تقريبا. قصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني في دارين، أو قصر محمد باشا، أو قصر عبد الوهاب باشا، هو قصر قديم يقع في قرية دارين على ساحل الخليج العربي في جزيرة تاروت، ولا زالت أطلال هذا القصر باقية إلى اليوم، ويطلق عليه قلعة الفيحاني. وتتكون هذه القلعة من برج وعدة مجالس ومجموعة كبيرة من الغرف، وأصبحت هذه القلعة طرازا معماريا فريدا وقتها تليق بمكانة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحاتمي رحمه الله، التي أصبحت قلعته مأوى الضيوف والعابرين من البر والبحر. وقد زار هذه القلعة الكثير من علية القوم وأصحاب الوجاهة والرفعة في الجزيرة العربية والخليجية. ويشير بعض المؤرخين أن القصر بني في سنة 1204 للهجرة، وأنه أهدي للشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، تاجر اللؤلؤ الخليجي وأغنى رجال الخليج، بعد خروجه من قطر، وذلك في سنة 1302 للهجرة. انطلقت حملة القلوب البيضاء سامحني، والتي ينظمها مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في الأحساء، وتهدف الحملة والتي تستمر لمدة 6 أيام إلى نشر ثقافة إصلاح ذات البين وخفض نسبة الطلاق في الأحساء إلى 10% وفق الخطة الاستراتيجية 5 للمركز. وتتضمن سامحني حملات تثقيفية وأمسيات حوارية، بالإضافة إلى المسرح التفاعلي والمعرض المنوع وركن الاستشارات والمرسم الحر. مراسلنا عدنان العليوي غطى هذه الحملة ووفانا بالتقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا من زمان إجماعة حاضر في المملكة العربية السعودية، الله يحفظها ويعمرها بالخير، في دعم وتشجيع حق هذا الأنشطة. والله أخواني أخواتي، إذا تكلم عن جيزان أو تبوك أو الأحساء، الأخ يقول ما عشان ما يفتح إيدي، بعض الأخوة والخواش يقول ورب الكعبة ما خليه، ليش ما تبي تخليه؟ ما أخذ بخاطرها من أخوه، أخته، زوجته أو من زوجها، من جيرانه. خلينا اليوم نخطو خطوة 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 صغيرة خطوة، ونعزم فيها عزم، وندحر الشيطان وربعه. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء جزاكم الله خير، أنتوا وأهل السعودية جزاهم الله خير على أول شيء الاستضافة، وبعدين على الإبداعات، خلي أسميها الإعلامية المجتمعية.
الانطلاقة كونها تكون في مكان في العثيم مول، مول وايد حلو صراحة، دعاية حق تسوق، وحياة الناس العادية. يعني إحنا يا جماعة اليوم مو لازم في مواضيع هذه سواء التنمية البشرية أو المحاضرات أو اللقاءات، مو لازم يكون مسرح وقاعة رسمية وقاعدين، لا. أنا هذا النفس السعودي الإعلامي الجديد خليني أسميه، إن نجي جزء من حياتنا، حياتنا إحنا كبشر. تبي صراحة موضوع الحملة اللي اختارتها جمعية البر يجمع عليه العالم، موضوع التسامح هو قيمة صحيح إسلامية لكنها في نفس الوقت من القيم العالمية. وأغلب القيم تعرف، أغلب القيم إذا أقول 90% من القيم الإسلامية هي بالأخير قيم عالمية إنسانية. أرجوك أرحني، كن أنقى إنسانا صادرا، كفي أقبل صافحني، لننال من المولى الأجرا، وبصفحك دوما أفرحني، كي نملأ دنيانا خير، صافحني لننال من المولى الأجرا. سامحني الأسبوع شالين كل انتو شي العائلة، انتو عائلة السعيدة. الله يخليك، اكيد زوجتك صديقة زوجتي، ولا شو عرفت الله يا لننال من المولى الأجر، وبصفحك دوما أفرحني، كي نملأ دنيانا خيرا، وبصفحك مسفهل للخاطر مبتسم الوجه إن لم يكن متسامحا. وأحد أكبر أسباب أن لا نتسامح أن لا نعرف الحياة. ها يا شباب، لماذا؟ من اللي بيجاوب تفضل. هل معقول يعيش رجل أو تعيش امرأة دون أن يصبر أحدهما على الآخر؟ مستحيل. الله يبيحكم يحللكم. من هو الصحابي الجليل هذا؟ وخذ جائزة، وإذا ما لقينا جائزة أخذناها الميكروفون ولا أخذنا اللابتوب هذا المفتوح. حملة القلوب البيضاء حملة تحاول أن تقطع الطريق على الشيطان الرجيم ألا يختطف قلوب كانت بيضاء، يريد أن يلوثها. قبلة على جبيني كل من قام بجهد أو بذل سبباً لإصلاح القلوب. قولوا سامحني حتى تعيشوا في سعادة وصفاء. إنساناً صدراً خذ كفي أقبل صافحني لننال من المولى الأجر. سامحني أرجوك أرحني. مشكلة، مشكلة زوجية، مشكلة اجتماعية. يوم من الأيام اتصلت بأحد الأخوات من ينبع عفواً، قالت يا شيخ أنا عندي مشكلة. قلت خير إن شاء الله. قالت أنا يتيمة لا أم ولا أب، تزوجت من رجل عندي منه بنتين وولد حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت يا بنتي سأعطيك أربعة أعمال صالحة يحبها الله عز وجل. تجد يقول إيه وش تبين، أخلصي يلا بسرعة، وش تبين يلا، هي عند عيالنا مشغول، أنا أخوي عزيز عندك يروح خلاص أنا مشغول، من يكلم؟ ليش كذا يا اخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله محمد. شاركنا في هذه الحمله الطيبه، حمله سامحني في مدينه الاحساء. عباره هذه الكلمه اولا حاولنا رفع معنويات المسلمين في تقريب او زياده اليقين عندهم بالايمان بالله عز وجل ومعرفه قدره الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ايصال ان اهم من تسامحهم والديك، ايجاد بيت مسلم يحبه الله عز وجل. فكان هذا يعني ما اردت ايصاله باختصار مع صورة هذه الكلمة بهذين الشيئين، مدح الله والثناء عليه عز وجل، ثم إيجاد علاقة طيبة بين الآباء والأبناء وبين الزوجين في البيوت. تحركت وزارة النقل لمتابعة ما جاء في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي قامت بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين عن عدد من المخالفات في مشروع طريق الجبيل أو ما أطلق عليه مؤخراً طريق المليارات.
بتكليف عدد من المختصين للوقوف على وجود عدد من المخالفات في المشروع، والذي لوحظ عليه عدم ضبط الميول للتصريف السطحي في الطريق، مما قد يؤدي لتجمع المياه في حال هطول الأمطار، وكذلك وجود حفر وتشققات في أجزاء من الطريق، فضلا عن ضعف الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة المختصة، حيث ألزمت الوزارة المقاول المنفذ بإصلاح ما جاء في التقرير من عيوب. والحديث أكثر عن هذه القضية قمنا بالتواصل مع الناشط الأستاذ بدر البقمي، وأدلنا بالتصريح التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا طريق الدمام الجبيل، طريق الدمام الجبيل طريق مهم حيوي يرتاد الكثير من العاملين وطلاب المدارس والكليات والجامعات، طريق يعني خدم ولا زال يخدم بقوة، ويعتبر شريان من شرايين الطرق في المنطقة الشرقية للأمانة. طبعا الكل يلاحظ العمل الكبير اللي احنا نتأمل انه المفروض انه يكون بجودة عالية، اللي يخدم اهل المنطقة ويريحهم ويكون آمنين بهذا الطريق. طبعا الطريق هذا بدت كثير من المطالب تطويره بإعادة زفلته، بإعادة توسعة الطريق. طبعا تم العمل على هذه المطالب. طبعا الطريق أو المقاول اللي استلم هذا المشروع بداية المشروع كانت يعني فيها شيء من الشغل، كنا يعني تفائلنا إن شاء الله بإذن الله ما راح يكون المشروع بالتوسعة وإعادة زفلته وتطوير الطريق إنه راح يكون مرضية. وكان بداية الطريق وبداية العمل في المشروع مثل ما ذكرت كان العمل طيب. بعدها بدأت تظهر سريعا مشاكل في الطريق وبعض العيوب في فترة وجيزة، وفترة لم تتجاوز يعني أشهر، شهرين أو شهر، بدأت تظهر العيوب في هذا الطريق. طبعا كثر الكلام، كثرة الشكاوي من المواطنين وامتعاض من المواطنين سواء بوسائل اتصال حديث أو بالطرق الرسمية المعهودة لدينا في هذه البلاد. طبعا أحد المواطنين جزاها الله خير رفع ملاحظة إلى نزاهة، ونزاهة مشكورة تحركت مع هذا الموضوع وأعادت دراسة هذا الوضع من ناحية جودة العمل والتزام المقاول بالاشتراطات الموضوعة من وزارة الطرق فرع المنطقة الشرقية. واتضح بعد الدراسة الموضوع أن فيه خلل وفيه مشاكل يجب أنها تجبر المقاول على إعادة النظر، ووزارة فرع وزارة الطرق هي وزارة الطرق منطقة شرقية تفاعلت مع هذا الطلب بالنزاهة وإعادة دراسة الوضع، واتضح أن صحيح أن في قصور وفي مشاكل وقصور من هذا المقاول في هذا الطريق. وبدأ يعني نتأمل، وهذا الكلام ظهر يعني جليا الأسبوع الماضي تقريبا في المنطقة وثير إعلاميا، وننتظر إن شاء الله بإذن الله من فرع وزارة الطرق المنطقة الشرقية إعادة النظر بقوة بهذا الطريق لكي نرتاح ويرتاح الجميع من هذا الهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تتضح هذه الأعمال وهذه الجودة في أقرب فرصة وأقرب وقت. وهذا وجزاكم الله خير، والله يكتب لنا ولكم ولهذه البلد إن شاء الله من المعطاء التوفيق والنجاح. تحياتي لكم، أخوكم بدر البقمي. ونذهب الآن إلى الأخبار الاقتصادية. صرح رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية الأستاذ عبد الغني المهنة أن نسبة مبيعات الذهب زادت عن نفس الفترة من العام الماضي بأكثر من 5%، وذلك بسبب الاستقرار الذي تعيشه الأسواق المحلية وثقة المستهلك بالوضع الاقتصادي المطمئن في المملكة.
والتي أدت إلى رفع معدل إقباله على شراء الذهب والمجوهرات، إضافة إلى انخفاض سعر الذهب عالميا والذي حفز على الشراء دون تردد. وأضاف أن الفترة الحالية هي فترة إقبال على عام دراسي جديد، وغالبا ما تكون هذه الفترة فترة انخفاض في المبيعات بسبب تفرغ العائلات لقضاء حاجيات المدارس. لكن وعلى الرغم من ذلك استمرت نسبة شراء القطع الذهبية بازدياد ولم تتأثر بهذه الفترة. بعد اعتمادها لنظام التسجيل الإلكتروني لحج هذا العام، وزارة الحج تقوم بتحديد أسعار حملات حجاج الداخل وتصنيفها إلى 4 أقسام بحسب جودة خدماتها وقرب مقرها من المشاعر المقدسة، على أن تبدأ أسعارها من 3000 ريال وألا تتجاوز 12000 ريال بحد أقصى. هذا القرار والذي يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول يأتي في الوقت الذي اشتكى فيه أصحاب الحملات من تدني الأسعار والذي قد يؤدي بهم إلى خسائر فادحة. لنعرف أكثر عن تفاصيل هذا الخبر تواصلنا مع الأستاذ عاصم غزاوي رئيس أحد الحملات لحجاج الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أمسي على الأخوان الموجودين عندكم. بالنسبة للخبر كان خبر مفرح جدا، لأنه عمل عملية إنصاف. يعني سابقا كان الناس تدمروا كثير من اللي هو غلى الأسعار في عشان يعني الواحد يروح يحج، يعني كان يعني غلى يعني جدا مكلف ومرهق يعني حتى للأسر، يعني بالذات إذا كان الشخص يعني عنده أكثر من فرد. يعني فكثير والله قدموا يعني بلاغات ورفعوا لل يعني وزير الحج الدكتور بندر الحجار، وما قصر يعني جزاه الله خير، عمل لجنة وشكل لجنة وعمل دراسة وعلى وحدد الأسعار الجديدة يعني هذه اللي الآن معروضة في موقع وزارة الحج، فكانت جدا مناسبة وأنا أشوف أنها منصفة للطرفين، يعني سواء نفس اللي هو المطوف ونفس الشخص اللي يعني يبغى يؤدي له نسخ الحج. يعني بالنسبة للأضرار ما في أضرار إن شاء الله، أنا بالعكس أشوف أنه هذا من الإنصاف. صح إنه كان كل إنسان يطمح يعني في مجال عمله إنه يكون يعني يحقق نسبة ربح عالية، ولكن يعني أنا أشوف إنه يعني نسبة عادلة، يعني لا ضرر ولا ضرار. بالنسبة عندك السنة هذه وزارة الحج قسمت الشرائح إلى 4 شرائح اللي هو البرنامج العام، ويشمل الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة وشريحة الأبراج، اللي هي الأبراج اللي مطلة على جسر الجمرات الجديد. البرنامج الثاني اللي هو منخفض التكاليف عندك فئتين، اللي هي فئة الحافلات وفئة القطارات، يعني ناس استخدموا القطارات اللي هي التنقل بين المشاعر، والفئة الثانية بالقطارات. يعني الفئة الأخيرة اللي هي البرنامج الميسر اللي هو هذا يعتبر الاقتصادي، يعني أنا أسميه كده باختصار البرنامج الاقتصادي للأسر ذوي الدخل المحدود. يعني نخش في التفاصيل كده باختصار. الشريحة الأولى طبعا اللي هي فيها ألف واحد وألف اثنين، عندك باء وجيم ودال وهاء، طبعا فيها ألف واحد وفي ألف اللي هو ألف واحد وألف اثنين، هذه فيها طبعا يعني ميزاتها طبعا يعني أسعارها ما شاء الله السنة كانت ممتازة جدا. العام الماضي كانت حدود 22,000 ريال، السنة ب8,146 ريال تقريبا، يعني سعر جدا جميل، يعني تقريبا تجاوز ال يعني 60% عن العام الماضي، هذا شيء طيب. يعني الشريحة الثانية يعني فيها ذلك برضو نتكلم عن الفئات المميزة طبعا 7,895 ريال، برضو كانت يعني شيء طيب، يعني غير مكلف غير مرهق وحاجة طيبة وخدماتها مميزة فعلا، يعني اللي هي طبعا قربها من المشاعر المقدسة اللي هي الأماكن زي مثلا اللي هو يعني الجمرات، يعني ما يكون فيه كلافة وتعب على الشخص اللي بيرمي الجمرات، مسافات بسيطة نص كيلو إلى كيلو ما تتجاوز هذا الشيء يعني، وفي بعضها طبعا أقل من كده 20 متر 30 متر حسب طبعا جودة المخيم والخدمات والميزات اللي بيقدمها. الفئة الثالثة يعني أقل شوية 6,493، برضها فيها يعني طيبة وأسعار مميزة. الفئة الممتازة اللي هي يعتبر الفي آي بي السنة 11,890 ريال، فيها خدمات مميزة اللي هي في الأبراج، الواي فاي، الإنترنت طبعا،
ثلاجات الايس كريم على مدار 24 ساعة، يعني خدمة ما شاء الله مميزة فعلا. فتقريبا هذه باختصار. أما الفئات الأخرى حتكون بعيدة شوية طبعا، أسعارها يعني ما بين من 5000 إلى 3000 ريال تقريبا، اللي هي البرنامج المخفض والبرنامج الميسر. فيعني أنا أشوف السنة فعلا عملوا يعني شيء طيب. يعني حديث الشارع الآن يدور بين المطوفين اللي هم حجاج الداخل، لأنهم الآن في بعض الناس كان يفكر في الربح المادي العائد. يعني يقول لك أنا كنت أول مثلا بدل ما أخذ في الحاج 22000 ريال أنا هأخذ 8000 ريال. طبعا هي ما هي يعني، هو الآن في كلا الحالتين صح أنه الدخل عنده حينقص، ولكن لو تيجي تقيس يعني على عدد الحجاج والدولة حتى نفس الوقت يعني جزاء الله خير يعني مثل وزارة الحج قللوا لهم اللي يعني كانوا اللي يعطوا 100 مثلا المخيمات بأسعار عالية، الخدمات عادة القطار أو الحافلات كانت أسعارها فعلا عالية، هم رافعين الأسعار الآن حتى لما صار النقص يعني نقصوا لهم الأسعار عشان تكون يعني متوازنة لا ضرر ولا ضرار زي ما تكلمنا أول، لكن برضو نقصوا لهم قيمة الخدمات. يعني صاروا يأخذوا منهم في القطارات تذاكر أقل حسبوها عليهم، المخيمات حقت منى والمشاعر أقل، الخدمات اللي طلبوها منهم والوجبات برضو يعني زي ما تقول صارت يعني معتادة وشيء يعني معقول، نقول يعني لا بين الشيء الرفاهية مرة ولا الشيء الضعيف مرة المتوسط. فلو جينا نوزنها في النهاية أستاذ الفاضل حتلاقي أنه يعني ما حتفرق الشيء الكثير. يعني هو الآن نظر لها نظرة مادة، لكن ما نظر الخدمات برضو جزاء الله خير الدولة يعني قسمت هذا الشيء يعني على حسب يعني خلينا نقول المتوسط، يعني عاملين زي ما تقول خير الأمور الوسط، ما حطوا لا شيء فوق عالي مرة ولا تحت، الخدمات نفس الطريقة. يعني جزاكم الله خير وأنا شاكر استضافتكم وأشكر القائمين يعني الأخوان والأخوات القائمين على جميع البرامج، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ونذهب الآن إلى الأخبار الرياضية. برعاية كريمة من معالي المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية اختتمت فعاليات بطولة صيف الشرقية 36 لكرة القدم، والمقام على كأس معاليه في ملعب الأمانة بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام، وذلك بإقامة المباراة النهائية والتي جمعت بين فريقي بوما والتعاون، كما سبقتها مباراة ودية لتكريم فقيد الإعلام المرحوم غازي الصويغ، حيث جمعت بين فريقي الإعلاميين وفريق قدام اللاعبين شخصيات عامة، والكثير من الضيوف حضروا هذه الفعاليات الختامية. زميلنا بدر الخليوي كان هناك ووفانا بالتقرير التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا مشاهدي قناة دي ام ام الفضائية وبرنامج الحصاد الشرقي. نحن اليوم وإياكم في ختام بطولة صيف الشرقية 36 لكرة القدم والمقامة على ملعب أمانة المنطقة الشرقية، حيث ستشهد اليوم حضور معالي أمين المنطقة الشرقية معالي المهندس فهد الجبير. البطولة والتي ستشهد اليوم مباراة نهائية تجمع بين فريقي التعاون وفريق بوما، وسيسبق ذلك مباراة ودية تقام بين إعلامي المنطقة الشرقية وقدام اللاعبين تكريما للإعلامي المرحوم غازي الصويغ. فعاليات هذه البطولة وكثير من اللقاءات الحصرية لقناة دي ام ام سننقلها لكم عبر شاشتنا، كونوا معنا. عدنا لكم أعزائنا مشاهدين قناة دي ام ام الفضائية مع أحد كباتنة فريق إعلامي المنطقة الشرقية، معنا الكاتب والإعلامي الرياضي الأستاذ حمد الدبيخي. مساك الله بالخير أستاذ حمد. مساك الله بالنور، هلا والله أستاذ حمد. مشاركتك اليوم في هذه البطولة وفي هذه المباراة التكريمية لذكرى الأستاذ غازي الصويغ، ماذا تعني لك هذه المشاركة وكيف ترى هذه البطولة؟
بسم الله. أول شيء يعني الأخ غازي طبعا الله يرحمه ويغفر له صديق إعلامي وكان قريب جدا للجميع، فالمبادرة من الأخوان يشكرون عليها طبعا، وهم سباقين طبعا الشباب ما قصروا، وحنا أيضا واجب علينا أن نحضر طبعا أي مناسبات اجتماعية في المنطقة، ومن ضمنها اليوم طبعا مناسبة عزيزة علينا بمناسبة تكريم زميلنا غازي الصويق الله يرحمه. كيف كانت مرئياتك عن هذه البطولة، بطولة أمانة المنطقة الشرقية 36؟ والله يعني أحد المناشط في فترة الصيف طبعا، الأمانة لها كثير من المناشط طبعا، وبالتالي لا تنسى أن فترة الصيف يكون لهم دور أكبر كثير جدا لأنها وقت فراغ كبير جدا، فأحد مناشطها طبعا اللي يلقى عليها. أيضا في الناس الداعمين طبعا يكونون مشكورين مع الأمانة كجهة مساندة، فكانت مبادرتهم جيدة. يعني اللي عجبني أكثر أنهم عملوا الملعب بالسرعة هذه، العام الماضي مرينا كانت أرض فاضية، واحتووا ووزعوا المجموعات إلى مجموعات أيضا مراحل سنية، فاحتووا الجميع يعني إلين بعد إلين 35، يعني من صغار من 13 سنة وطالع إلين 40 سنة، واليوم إحنا نكمل أصحاب 80 سنة. الله يعافيك. زين، أنا كنت بسألك، بتجيب جول اليوم وتفوزون؟ لا، ذول ما عليك منهم. هذا يمكن 5 جول جاي. الله يسلمك. شكرا لك. حياك الله. إذا كان من كلمة أخيرة لقناة دي إم إم. شكرا مشاركتكم يا أخي، شكرا لكم. نبيك تكون معنا. دي إم إم بالشرقية تهتم. دي إم إم بالشرقية تهتم. دي إم إم بالشرقية تهتم. أهلا بكم أعزائنا المتابعين هنا في هذا اليوم، هنا في هذا المحفل الكبير، أن تكون هذه المباراة هنالك على ذكرى الفقيد رحمه الله غازي، كما كانت هنالك الشعارات موجودة ستبقى في قلوبنا. نعم، هذه هي مباراة اللاعبين القدامى الذين لطالما مثلوا الأندية هناك. نتحدث هنالك عن اتفاق القادسية هجر جميع الأندية هنا في المنطقة الشرقية، وكذلك الإعلاميين الذين يكونون هنا حاضرين. أي أنها مباراة من عيار ثقيل، مباراة بين ذكر الماضي وذكر الحاضر، مباراة بين إعلاميين ينقلون لكم الصورة وينقلون لكم العنوان، ومباراة بين لاعبين يتمرسوا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد نهاية شوط المباراة الأول والذي يقيم بين إعلامي المنطقة الشرقية وقدامى لاعبي المنطقة الشرقية، والذي كان للأمانة بين إعلامي المنطقة الشرقية وإعلامي المنطقة الشرقية، يعني لم نرى حتى الآن أي دور لقدامى لاعبي المنطقة الشرقية، لكن إن شاء الله هناك شوط آخر. انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء لقدامى اللاعبين. يسرنا وإياكم أن يكون معنا يعني أحد المتحمسين لحضور مثل هذه الفعاليات، وأحد أعمدة فعاليات الأحياء، الأستاذ صالح عبد الكريم، نائب رئيس رابطة الأحياء بالمملكة العربية السعودية. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ورضا، حياك الله. احنا أستاذ صالح شفنا حماسك مع الشوط، ويعني آسفين ان اخذناك شوي من بس انه فرصة الحين بين الشوطين، فقلنا ناخذ معك هذا. أستاذ صالح، كيف شفت اليوم هذا التنظيم الذي تقيمه أمانة المنطقة الشرقية؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني على اعلى مستوى الحق، يعني كل شيء هنا ممتاز، الجهود حق الأخوان المنظمين على أعلى مستوى، وما شاء الله ما قدمته الأمانة من ترتيبات وجهد يعني يشكرون عليه جدا جدا، وصراحة يعني يا ريت إنه كل المناطق تكون بالوضع هذا، وإنه يحصلون هالتشجيع هذا، يحصلون التشجيع هذا من قبل الأمانة والمسؤولين، يعني يعني يعجز الواحد إنه يشكر الأمانة والأمين على الجهد هذا اللي هم سووه. كيف رأيتم هذا الملعب الذي قامته الأمانة في وقت وجيز لخدمة شباب المنطقة الشرقية؟ والله زي ما قلت لك، أنا ما شاء الله تبارك الله على مستوى عالي جدا جدا. أنا لما شفت الصور الأولى له الحق، يعني تقول إنه الملعب هذا في بلد يعني أمريكا ولا في أوروبا ولا في الجسم هذا، ما شاء الله يعني الموقع مميز جدا جدا،
يعني نفتخر يعني انه يكون عندنا ملاعب زي كذا، وان شاء الله يعني المزيد من هالملاعب هذه للشباب وللفعاليات هذه اللي تقام. والحق يعني والله حاجة تفرح، حاجة تفرح يعني جدا. أستاذ صالح، مثل هذه البطولة وغيرها من البطولات التي تقام تحت مظلة بطولات الأحياء أو غيرها من الفعاليات، هل هي رسالة توجهها الأمانة إلى شباب الشرقية أو شباب المملكة عموما؟ ما هي الرسالة التي توجهها الأمانة؟ والله يعني الأمانة ممثلة في جميع الدوائر الحكومية وجميع المسؤولين في المملكة، إنه الاهتمام يعني بالشباب وبالرياضة وبال يعني النشاطات الرياضية اللي تحفظ الشباب وتحفظهم إنهم يكونون في محل واحد وتحت العيون، وإنهم يشوفونهم يعني ويتمتعون ويتمتعون يعني بإمكانيات جدا جدا ممتازة. وإحنا الحمد لله والشكر لله في المملكة يعني نحمد الله سبحانه وتعالى إن كل أولياء أمورنا مهتمين بكل النشاطات الشبابية، والله يوفق الجميع يا رب. أستاذ صالح عبد الكريم، نظرا لظروف بداية الشوط الثاني نشكرك على وقتك الثمين ونشكرك على هذا اللقاء. الله يخليك ويسلمك، والف شكر لكم، والمزيد حتى أنتوا يعني مطلوب منكم المساعدة في نشر هالصورة الجميلة هذه الحق يعني إنها معبرة جدا جدا. الله يدا بيد سننهض بهذا المجتمع. إذا أعزائنا المشاهدين، عودة معكم لبداية الشوط الثاني لهذه المباراة، شكرا. لكم أعزائنا مشاهدين قناة دي ام ام وبرنامج الحصاد الشرقي مع بداية المباراة الرسمية لهذه الليلة والتي بين فريقي بوما وفريق التعاون. يسرنا وإياكم تواجد الأستاذ جاسم الياقوت، عضو شرف نادي القادسية، معنا في هذه الليلة. مساك الله بالخير أبو محمد. يا هلا ويا مرحبا فيكم، وفرصة طيبة أن نلتقي في نهائيات بطولة الصيف الشرقية. احنا اسعد طال عمرك بشوفتك استاذ جاسم، وجودك معنا اليوم في ختام هذه البطوله 36 تحت مظله امانه المنطقه الشرقيه، ماذا تعني لكم هذه البطوله وماذا ترمز لشباب المنطقه الشرقيه؟ في الحقيقه يعني انتهز هذه الفرصه وانتهز من هذا المنبر لوجه الشكر والتقدير لامانه مدينه امانه المنطقه الشرقيه وعلى راسها الامين وجميع العاملين على تنظيم هذه الانشطه، سواء مهرجانات ترفيهية لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها أو لأبنائها الرياضيين. واليوم أنا أشعر بسعادة وأنا أشاهد هذا الملعب الذي أنشأته أمانة المنطقة الشرقية. ليس هذا الملعب الوحيد، ولكن هناك ملاعب كثيرة تشجع على انتشار الحركة الرياضية وتشجيع لدور الأمانة في دعم لعبة كرة القدم. أستاذ جاسم، أنت اليوم مثل ما يقولون ماسك العصاية من النص، يعني أنت اليوم محسوب علينا كرياضي وكإعلامي، فالآن لعبوا فريق قدام اللاعبين وفريق الإعلاميين وفازوا الإعلاميين، فنقول لك هارد كونغراتوليشن ولا شو نقول لك؟ أول شيء أنت لما قلت الكلام هذا ذكرتني بمقولة للأمير المرحوم فيصل بن فهد الله يرحمه، كان يقول الإعلام والرياضة وجهين لعملة واحدة، وأنا اليوم وجهين لعملة واحدة. أنا جئت كإعلامي داعم لفريق الإعلاميين، وأيضا داعم كرياضي داعم للحركة الرياضية ولقدماء الرياضيين في المنطقة الشرقية،
وطبعا قالوا لي ان صديقي ورفيق دربي خليل الزياني سيحضر المباراه، وحرصت ان اتواجد في الدمام، لكن الدمام جوه حار، تعرف عن هالاخبار يعني. الله يسلمك استاذ جاسم، فرصه وجودك معنا نتكلم. اول شيء نقول لك مبروك على فوزكم و يعني تحصيلكم على اول 3 نقاط في هذا الدوري، مع تمنياتنا القلبيه كشرقاويين لنادي القادسيه بمزيد من النجاح والتقدم. كيف رايتم المباراه الاولى وكيف ترون مسيرتكم في الدوري حتى الان؟ اول شيء نقول الحمد لله على كل شيء. يعني بدون شك هناك تخطيط وهناك جهد مبذول سواء من الاداره او من اللاعبين او من الجهاز الاداري او من الجهاز الفني. طبعا احنا لا نستبق الاحداث، ولكن نقول الحمد لله على كل شيء. البداية 3 نقاط وهذا مكسب للقادسية. القادسية أعدوا الفريق إعداد جيد وخططوا للفريق واستعانوا بلاعبين محترفين، يعني إن شاء الله يظهرون بمستوياتهم المشرفة في المباريات القادمة. وأنا اللي أرجوه من لاعبين من جمهورنا ومن محبين نادي القادسية ومن إعلامنا الرياضي أيضا، لا يستبق الأحداث، فإن شاء الله القادسية ستسير في الخط الصحيح. تمنياتنا القلبية لكم بنجاح مسيرتكم والوصول إلى كل ما تصبون إليه. إن كان من كلمة أخيرة أبو محمد لقناة دي ام ام الفضائية الناقلة لهذا الحدث. في الحقيقة أول شيء أشكر القناة لإتاحة الفرصة لي، وأكرر شكري وتقديري لأمين مدينة الدمام ولأمير المنطقة لدعمه الدائم ولجميع العاملين من أجهزة الأمانة من مشرفين ومن مهندسين ومن قائمين على تنظيم هذه البرامج، البرامج الفعالة سواء رياضية ثقافية اجتماعية تخدم المجتمع وتخدم صيف الشرقية وتجعل المنطقة الشرقية مقصد لأهالي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. رغم أن الصيف حار لكن الشرقية متعة، ونحن اليوم نستمتع بحرارة الصيف والرطوبة في هذا الجو ونشاهد متعة رياضية يلتقي فيها إعلاميين وقدماء الرياضة من أجل إحياء هذه الليالي الجميلة وإحياء صيف الشرقية. شكرا لكم وشكرا للجميع وشكرا لمن ساهم ونظم، وأخص بالشكر الأخ علي هبة اللي بذل مجهود كبير واللجنة المنظمة وجميع العاملين وإخواني الصحفيين والرياضيين. شكرا جزيلا محمد، شرفتنا بهذا اللقاء وعلى هذا الوقت، شكرا جزيلا. إذن أعزائنا المشاهدين، كان معنا الأستاذ جاسم الياقوت عضو شرف نادي القادسية. نعود وإياكم إلى مزيد من اللقاءات في هذه الفعالية، خلوكم معنا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين في هذه البطولة وبعد انتهاء شوط المباراة الأول والذي انتهى سلبيا ب0-0 بين فريقي بوما وفريق التعاون. يسرنا ويشرفنا ويسعدنا تواجد كاتب أمجاد الرياضة السعودية، الكابتن والمدرب وعضو الشرف واللاعب والخلوق والقدير والمفكر والعقل الرياضي الرائع الأستاذ خليل الزياني. مساك الله بالخير. هلا، مساك الله بالخير. أستاذ خليل، إحنا سعداء بشوفتك اليوم معنا في هذه المناسبة. كيف رأيتم إقامة مثل هذه البطولات من قبل أمانة المنطقة؟ وأنا سعيد بهذه الدعوة الكريمة على البطولة المقامة على من قبل الأمانة، أمانة الدمام، اللي كان لها اهتمام خاص بالشباب في تجمعهم في هذا المساء الرائع على هذه البطولة. وبلا شك يعني هذا يعطي انطلاقة جيدة وانطلاقة أخرى للرياضة في المنطقة، إذا قلنا الأولى بالنسبة للأندية، لكن الثاني هنا هي بالنسبة للكرات الشاطئية وبالنسبة للكرات الحارة اللي يسمونها التنظيمية. فأنا أشكر كل من قام على هذه الدورة
وأشكر هذه الدعوة الكريمة. أستاذ خليل، مثل هذه البطولات، بطولات الأحياء، بطولات الصالات، هل تساهم في إبراز مواهب الشباب؟ هل تساهم في اكتشافهم، في تنمية قدراتهم؟ ودعني أركز يعني هنا على نقطة أن شبابنا الآن مستهدف. نعم. إذا وضعت الشباب في الفراغ، شبابنا مستهدف من قبل الكثير من الأعداء، كفانا الله وإياكم والمشاهدين شر هذه الفتن. فمثل هذه البطولات، شغل وقت فراغ الشباب، كيف يساهم في دفع عجلة تنمية هذه المجتمع؟ بالدرجة الأولى الواقع، شغل إفراغ فراغ الشباب بما هو مفيد، هذه هي الفكرة. أما بالنسبة للمستويات فتأتي في المرحلة الثانية أو بالدرجة الثانية، لأن كل النخبة من اللاعبين الجيدين تم التحاقهم بالأندية، بل إن البعض منهم عنده وكيل أعمال. ها؟ فيعني نشوف إنه الدورات الحواري الناتج منها قليل جدا، والسبب انه اللاعبين كلهم عندهم وكلاء، والبعض منهم ملتحق بالنادي. لكن في جميع الاحوال هي تجمع للشباب وحفظ للشباب من التسيب ومن العبث ومن الخروج الى الشارع بدون معنى. فيعني انا اشكر المسؤولين والقائمين على هذه الدوره، ونقول مزيد من أنا سمعت من أحد الأخوة أن هناك فيه برنامج لإقامة مزيد من الملاعب الشعبية، هذا شيء جميل جدا، شيء جميل جدا، سواء كان على الواجهة أو في الحواري أو بهالنوعية. نقول أنه سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك، وشكرا شرفتنا بهذا اللقاء، إن كان من كلمة أخيرة لمشاهديكم وحبينك. والله أقول ألف شكر على المحبة والود اللي بيني وبينهم. شكرا لك. شكرا جزيلا. أعزائنا المشاهدين، كان معنا خليل الزياني. أعزائنا مشاهدين قناة الدمام الفضائية، مع ختام بطولة صيف الشرقية 36 تحت مظلة أمانة المنطقة الشرقية وعلى كأس أمين المنطقة الشرقية معالي المهندس فهد الجبيري، يسعدنا ويشرفنا التواجد بالقرب من معالي المهندس، مساك الله بخير طال عمرك. وأنا بدوري سعيد بهذا القرب مع أبناء الشباب، وأيضا في أي لقاء نستعد لدعم هذه الفئة الغالية. معالي المهندس فهد الجبير، كيف رأيتم الحفل الختامي في هذه الليلة لختام البطولة؟ ما في شك الشباب هم شريحة غالية، وهذا من ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية في دعم هذه الفئة الغالية والنشأ لتوفير الخدمات المناسبة لهم. وأيضا كان لتوجيه صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف في التركيز على هذه الفئة الغالية واحتوائهم وتهيئة ما هو مناسب لهم، فكانت ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية أن تهيئ ملاعب جاهزة لهذه الأحداث. واليوم أنا سعيد جدا بمشاركة أبنائي لأحد الفعاليات اللي الأمانة لها دور ولو بسيط، لكن حنا نفخر
ومبسوطين جدا لمشاركتنا لإبراز هذه الفرحة في أوجه الشباب اللي نعتبرهم مهمين بدرجة عالية. إن شاء الله نعد بتهيئة مواقع أكثر وأكثر. إحنا اليوم عندنا مواقع محدودة، ولكن إن شاء الله عندنا برنامج في المستقبل القريب إن شاء الله أن يكون لقاءات وتهيئة مواقع في جميع مدن المنطقة الشرقية. هي طويل العمر وإن كانت مواقع محدودة، ولكن للأمانة مواقع مشيدة بشكل احترافي. أنا أجريت لقاءات قبل قليل، الكل كان يشيد بإنجاز الأمانة من الصروح الرياضية وراضين كل الرضا، وأبدوا إعجابهم ويريدون المزيد من هذه المباني، لأن فعلا كانت على قدر المسؤولية. طويل العمر اليوم كان في مبادرة إنسانية، يمكن مباراة بين قدامى اللاعبين والإعلاميين. لمسنا هذه اللمسة الإنسانية من الأمانة. كيف ترون مثل هذه المبادرات من الأمانة؟ ما في شك، أي مبادرة لخدمة المجتمع وتصب في تقدير رجالات الدولة، رجالات ساهموا في المجتمع في وقت سابق لذكرى إحياء هذه الذكرى، فالأمانة تتشرف بأن تشارك في هذه المناسبات، وأيضا دعم فئة الشباب بتهيئة مجموعة من الملاعب، وأيضا تهيئة أنشطة. حنا الآن إن شاء الله بصدد تهيئة مجموعة من الأنشطة في شاطئ نصف القمر بالذات مخصصة لفئة الشباب. طبعا أعزائنا المشاهدين، يمكن أنتم ما تشوفون الأجواء، الأجواء معانا جدا رطبة جدا حارة، الجميع يعني يمكن عرقان، لكن طويل العمر أنا لاحظت يعني شيء أنا حاب أني أذكره. أثناء التكريم كان الكل يمكن شوي تعبان، إلا معالي المهندس كان يحرص أنه يبتسم، وخصوصا هو يشد على يد اللاعبين ويكرمهم. فاسمح لي طويل العمر، يعني من شاب من أحد شباب المنطقة الشرقية، يقول لك شكرا على وجودك معانا، شكرا على جهودك، شكرا على هذه البطولة، شكرا على أشياء كثيرة يعني علمنا بها ولم نعلم. يعني حابين نشكرك من أعماقنا كشباب المنطقة الشرقية، وإن كان هناك من كلمة أخيرة لأبنائك ولقناة الدمام الفضائية. ما في شك، الكلمة الأهم لأبناء الشباب أني سعيد في أي مناسبة بغض النظر عن أي ظروف، سواء أجواء أو خلافه، هذه تعتبر حاجة بسيطة، ولكن السعادة تنبع من كوننا يعني نحس ونرى الفرحة ونرى أنهم أمضوا وقت في هذه الأمسية سعيدين. هذا ما يبعث بالبهجة والسرور، وأيضا يزيد من راحتنا أن إن شاء الله عندنا برامج مستقبلية لهذه الفئة، وعلى مناطق أيضا مختلفة وأحياء مختلفة في المنطقة الشرقية، وكذلك أيضا حث زملائي رؤساء البلديات في المنطقة الشرقية لتحقيق أمنية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وبرنامج أيضا الخدم اللي تقدم وزارة البلديات. أيضا كل الشكر لقناة الدمام اللي إن شاء الله نرى فيها كل نشاط واجتهاد، ويشرفني اليوم هذه المقابلة معكم. معالي المهندس فهد الجبير من الأعماق، شكرا لك. شكرا للجميع، أهلا وسهلا. الله يسلمك. الأستاذ علي هبة، رئيس تحرير جريدة الرياضي بالمنطقة الشرقية ورئيس تنظيم اللجنة المنظمة لهذه البطولة، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم. الأول مرة يعني نشوف قناة الدمام تتواجد معنا، وهذا شرف كبير لنا. الشرف لنا طال عمرك، وإن شاء الله ما تكون أول ولا آخر مرة إن شاء الله. طويل العمر تعبتوا كثير في هذا، في تنظيم هذه الفعالية، والكل يشكر للأمانة. كيف نظرتكم لهذه البطولة بعد ختامها وكل الإنجازات اللي حصلت فيها؟ أول حاجة طويل العمر، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. دعني أول حاجة وقبل كل حاجة نشكر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على جميع الجهود اللي يقدمها ويبذلها معانا في
كافة المجالات بالنسبة للأمور الرياضية. حقيقة هذا الرجل من أن تمسك زمام الأمور في أمانة المنطقة الشرقية وهو يقدم جهود إضافية إلى جهوده في أمانة المنطقة الشرقية الخدمية والاجتماعية بشكل عام، إضافة إلى الدور الاجتماعي ناحية الرياضة. الرجل هذا حقيقة عاجزين عن شكره له منا وباسمي وباسم جميع فرق وأحياء وشباب المنطقة الشرقية جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمه، وإحنا عاجزين عن شكره. والأمر الثاني شكر جزيل لكل من وقف معنا وساهم معنا من أمانة من جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية في هذا البطولة. البطولة بس على عجالة هي ضمت ثلاث بطولات: بطولة صيف الشرقية للمخضرمين، وبطولة صيف الشرقية للشباب، وبطولة صيف الشرقية للكبار. جميع هذه البطولات حظيت بمتابعة كبيرة ودعم كبير من أمانة المنطقة الشرقية، وكان في حقيقة جهود كبيرة خصوصا في الأجواء الرطبة وفي ارتفاع درجة الحرارة، لكن نحمد الله ونشكره كان التفاعل كبير جدا، كان في حضور جماهيري، خاصة اختيار الكورنيش يعني الواجهة البحرية كان اختيار موفق من أمانة المنطقة الشرقية أنها أنشأت مثل هذا الملعب. نتمنى في المستقبل أن نجد مثل هذه المنشآت اللي تخدم شباب المنطقة الشرقية. أيضا شكر جزيل لكل من دعم هذه البطولة على المستوى الإعلامي، على المستوى الرعاة، على جميع المستويات. عايزين عن الشكر شكر خاص ل شركة ترفيه الخليج ممثلة في المدير التنفيذي الأستاذ خالد الغامدي اللي حقيقة هو المشرفين على هذه البطولة بحكم منهم المنظم الحصري لأمانة المنطقة الشرقية للفعاليات والمناسبات. شكر لكم، شكر لكل من جاء ودعمنا ووقف معنا. حقيقة لا يوجد لدينا غير الشكر، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لشباب المنطقة الشرقية ما يتوازى مع طموحاتهم وأمانيهم في المستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. طالما معنا مثل هذا الرجل مثل معالي أمير المنطقة الشرقية، فثقوا وتأكدوا إن شاء الله أن الأمور بالنسبة لشباب المنطقة الشرقية بتكون إن شاء الله من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. والشكر موصول لك أيضا سعادة الأستاذ علي هبة رئيس تحرير جريدة الرياضي، نشكر على هذا اللقاء. نشكركم أعزائنا المشاهدين على وقتكم، وإلى لقاء آخر. إذن أعزائنا المشاهدين كانت هذه تغطيتنا لختام بطولة صيف الشبيه 36 لكرة القدم والمقام تحت مظلة أمانة المنطقة الشرقية. نرجو أن نكون قدمنا ما يليق بذائقتكم وينال على رضاكم، على أمل أن نلقاكم في مناسبات رياضية أخرى وثقافية واجتماعية. كنت معكم لبرنامج الحصاد الشرقي بدر الخليوي. DMM شرقية الأهلام. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حصادنا الإخباري لهذا الأسبوع. نختم وإياكم بهذا الكاريكاتير، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير.